الزميل فاروق صلاح في نادي الاهلي، نطمن على التدريبه اللي يمكن بدات من دقائق. فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب طبعا بكابتننا الكابتن اشرف ممدوح، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلاص بدا العد التنازلي لمباراه الذهاب لدور ابطال افريقيا. كلنا وكل جمهور النادي الاهلي كلنا بنقول يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يعني ان شاء الله يرجع من المباراه الاولى باذن الله بنتيجه ايجابيه، ونستكمل فرحتنا باذن الله في مباراه الاياب في استاد القاهره باذن الله. احمد، خلينا نطمن منك على تمرينة النهارده، تكلمني كمان على تحضيرات الاهلي بشكل عام. انا عارف ان الفريق طبعا هيسافر بكره بعد تمرين هتكون الساعه 4 العصر. عايز اتكلم معاك عن التحضيرات والاستعدادات والاجواء اللي انت لامسها من الجهاز الفني ومن اللاعبين قبل بدايه التمرين النهارده، لانه خلاص احنا قفلنا كل الصفحات ومن النهارده بدانا فعليا صفحه الترجي. بالظبط يعني زميلي احمد، وكلامك يعني في غايه الاهميه. النقطه ان احنا خلاص قفلنا كل الصفحات وبنفتح صفحه ملف مباراه الترجي اللي ما كانش ليها اي ملف تتفتح فيه خلال المباراه اللي فاتت، المباراه الماضيه بالدوري اللي خاضها النادي الاهلي. تقدر تقول يا احمد ان داخل جدران النادي الاهلي خلاص في كتيبه عمل في كل اتجاه بتتحرك. طبعا مع يعني النادي الاهلي زي ما انت عارف وكلنا من خلال قناه النادي الاهلي ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يكون رئيسا لبعثه فريق النادي الاهلي في تونس، في اكثر من ملف، اكتر من اجتماع تم سواء على الجانب الامني سواء على الجانب الاداري التنسيقي الخاص بهذه المباراه. لكن طبعا يا احمد الشغل الشاغل والاهم هو ملعب التيتش، هو الشغل الفني المستر مارسيل كولر اللي طبعا كان بالامس منح اللاعبين راحه سلبيه لمده 24 ساعه. بدا النهارده اجتماع، يعني كان حضور اللاعبين قبل ميعاد التمرين كده بساعه ونص، عمل اجتماع مع افراد الجهاز الفني والاداري على مدار الايام الماضيه، يعني من بعد صعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه برفقه الفريق الترجي. كان في فرد في الجهاز الفني هو الوحيد اللي شغال على الامور الخاصه بمباراه الاهلي والترجي التونسي، وهو ياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي اللي مستر كولر طلب منه مجموعه من يعني اللقطات او المباريات الخاصه بفريق الترجي التونسي سواء في الدوري التونسي او لقائي ماميلودي سان داونز في الدور النصف النهائي. ده الفرد اللي تقدر تقول كان شغال خلال الايام الماضيه. مستر كولر طبعا عقد جلسه مع كل افراد الجهاز الفني، اتكلم خلاص لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي ولا الترجي. عقب الاجتماع عقد اجتماع مع اللاعبين، تركيز كبير جدا عند لعيبه النادي الاهلي، خبرات لعيبه النادي الاهلي يا احمد زي ما انت عارف، ودور اوضه اللبس في النادي الاهلي ممثله في الكابتن محمد الشناوي، الكابتن رامي ربيعه، الكابتن محمد هاني، علي معلول. اعتقد كل اللاعبين عقدوا جلسه واتكلموا، واعتقد يعني ان شاء الله مردودها يكون في مباراه الذهاب باذن الله. طبعا عقب المحاضره اللي مستر كولر طبعا اتكلم فيها على دوافع نفسيه، وان انا ازاي اكون انا بطل افريقيا واقدر احافظ على اللقب الافريقي، وده بيشيل اللعيبه مسؤوليه. مستر كولر قال لهم عايزين نفرح الجمهور ده ما بيشبعش من البطولات، مش معنى ان احنا واخدين البطوله السنه اللي فاتت ده يدينا نوع من الاريحيه. فريق الترجي فريق قوي جدا، فريق طلع ماميلودي سان داونز، وطالما قدر ان هو يفوز على ماميلودي سان داونز في الذهاب والاياب اذا فريق ليه كل احترامه وفرقه كبيره جدا. ثم انطلق المران، طبعا اللي تعرف احمد خلاص بيشمل على جوانب فنيه وجوانب خططيه، بيبدا خلاص الشغل الفني من مستر كولر. طبعا انت عارف على خلاص على مدار الايام القادمه ما فيش اي كلام في النواحي الفنيه، لكن انا بطمنك من سواء من الناحيه الفنيه الناحيه الخططيه مستر كولر مجهز طريقه اللعب اللي يقدر يلعب بيها مع فريق الترجي التونسي. العناصر ايضا اللي هتخدم التشكيل اي 11 لاعب ان شاء الله يكونوا جاهزين طبعا في ارض الملعب. زي ما انت قلت بالفعل يا احمد ان شاء الله ان الفريق هيخوض تدريب غدا ان شاء الله في تمام الساعه 4 عصرا، ومن بعده ان شاء الله التوجه الى مطار القاهره طبعا، ثم السفر الى تونس. طبعا اجواء انا معاك طبعا يا احمد لو في اي استفسار او اي تساؤل. لا لكن عايز اعرف اجواء اللعيبه اللي احنا لمسين من التدريب النهارده ان شاء الله لعيبه النادي. عايز اعرف منك فيما انا شفت ديانج في التمرين من شويه، عايز اعرف من الموقف بالنسبه كمان لياسر ابراهيم عمرو السوليه. ياسر كان ظاهر على الدكه بس انا يمكن ما شفتوش في الملعب النهارده، فنطمن منك ونطمن جماهير نادي الاهلي وتقول لنا برضو اخبار عمرو السوليه، لانه عمرو حتى لو مش جاهز بدنيا اعتقد واحد من اللعيبه اللي اصحاب الخبرات الكبيره واللي تواجدوا مع الفريق اعتقد هيبقى مفيد جدا في مواجهه رادس على وجه التحديد.
بالظبط كلامك كلام مهم جدا زميلي احمد. يعني خلينا ناخد الامور من اطمنك، طبعا الكابتن محمد الشناوي موجود في التدريب الاساسي، ياسر ابراهيم، اليو ديانج، مروان اللي كان بعض الاخبار بتقول ان لا باكد لك جاهزيه كافه هؤلاء اللاعبين سواء مروان سواء اليو ديانج، ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم النهارده طبعا هو كان بالمناسبه كان موجود طبعا في قائمه الفريق الاخير امام بلديه المحله، لكن طبعا النهارده موجود في التدريب. ما فيش اي يعني الاسماء اللي انا قلت لك عليها لا موجوده خلاص بطمنك عليها. اي لاعب منهم مستر كولر هيحتاجه سواء من الناحيه الفنيه يكون جاهز، ما عندناش اي مشكله في هؤلاء اللاعبين. بالنسبه طبعا زي ما انت اتكلمت على احمد عبد القادر، عمرو السليه، وايضا احمد نبيل كوكا، خلينا يعني اقول لك ان هم في مرحله التاهيل الاخيره، هل من الممكن ينزلوا غدا التدريب الاخير للنادي الاهلي؟ يعني ده اللي لسه هيتحدد النهارده طبعا، لكن هم حاليا مش موجودين طبعا في التدريب، ما حدش منهم شارك خالص في التدريب الجماعي الفريق النادي الاهلي سواء احمد نبيل كوكا او يعني عمرو السوليه او احمد عبد القادر. لكن اقدر اطمنك ان هم خلاص يعني مرحله التاهيل الاخيره كان في جزء من التاهيل قبل انطلاق التدريب، ما يعني لكوكا والعمرو السوليه والاحمد نبيل احمد عبد القادر، بطمنك على الامور التاهيليه. لكن سفرهم من عدمه طبعا ده هيتحدد ان شاء الله خلال التدريب الاخير اللي هيخوضه الفريق غدا. لكن طبعا انت عارف قيمه عمرو السوليه، قيمه احمد عبد القادر، احمد نبيل، كوكا، كلهم عناصر مميزه. لكن اي لعيبه يكون موجود ان شاء الله من فريق النادي الاهلي في هذه المواجهه في هذه البطوله باذن الله كلهم قادرين ان شاء الله على رسم البسمه على جماهير النادي الاهلي. واحمد زي ما دايما متعودين جوه النادي الاهلي بنطلع من بطوله لبطوله، وزي ما قال الكابتن اشرف ممدوح كلمه مهمه جدا، ما فيش فريق في العالم بينافس على كل البطولات وبيطالب بكل البطولات، لكن عندنا جوه النادي الاهلي احنا بننافس على كل البطولات، عايزين كل البطولات، جمهورنا عايز كل البطولات. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لرجالتنا ان شاء الله باذن الله يفرحوا الجمهور والبداية تبقى فرادس. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح، وهرجع لماتشات الأهلي.